بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم من التحق بقناتي قناة أم عبد الرحمن. راح نقدم الديفوار سورفي دو بروميير تريمس، يعني الفرض الأول في الفصل الأول خاص بلابغاف التلاميذ سنة ثالثة متوسط. راح نقدم كاع السوجي نشرحه ومن بعد نقسمو الحلول. ان اوتوكار سي رونفيرسي كوزون لا مور دو 21 بيرسون لا نوي دو سامدي ا ديمونش. L'accident s'est produit vers 10h du matin sur une route nationale reliant Thiet à Rélizan. L'autocar s'est renversé et fait une chute dans un ravin, a déclaré le responsable de la communication de la protection civile. حافلة انقلبت وسببت 21 قتيل ليلة السبت إلى الأحد. هذا الحادث كان على الساعة الثانية صباحا على الطريق الوطني الرابط بين تيارت وغيليزان. الحافلة عندما انقلبت سقطت في واد. ما هذا الحديث قاله المسؤول عن الاتصالات في الحماية المدنية، نقلا عن مسؤول الاتصال في الحماية المدنية. هذا هو النص. ليبرتي 18 أفريل 2020. طبعا ضروري لابغاف يكون فيه لاسورس، هذه يقولها لاسورس يعني المصدر. نروح الأسئلة. عندي انكادغ لا بون ريبونس، اطلع الإجابة الصحيحة. سو تكست اي، هذا النص اون فابل او بيان ان كونت او بيان اون بغاف. لا فابل ولا لو كونت قريناهم العام اللي فات. طبعا هذا لو تكست اطلع الإجابة الصحيحة المناسبة. سو تكست رابورت ان ميفي ان اكسيدون او بيان ان انسوليت. هذا النص يتحدث على جنحة ولا حادث ولا شيء غريب. دواتون اكستري سو تكست، من اين استخرجنا هذا النص؟ واش هو المصدر؟ نيميرو 4 ريبون بار فري او فو، اجيبي صح او خطا. لي في دو سيت استوار سون ايماجينير، احداث القصه خياليه. Il y avait trop de morts. يوجد كثير من القتلى. Souligne la bonne réponse. سطر تحت الإجابة الصحيحة. Où peut-on trouver cet événement? Dans la rubrique sport, politique, société. في أي جهة نقدر نجد هذا النوع من الأخبار؟ في الأخبار الرياضية ولا الأخبار السياسية ولا الأخبار الاجتماعية. complete le tableau suivant. quoi ماذا؟ où أين؟ quand متى؟ comment كيف؟ conséquence النتيجة. quoi où quand comment conséquence. طبعا كل هذا الجدول يملأ من خلال النص. من خلال النص نعود نرجع للنص، ومن خلال النص نملأ الجدول. ضروري هذا الجدول يجينا في الفرض أكيد. نوصلوا الأسئلة. relève du texte le champ lexical de mot accident، خرج من النص الكلمات والحقل الدلالي لكلمة accident. accident هي حادث. أعطاني هنا ثلاث كلمات وروح للنص وخرج لي ثلاث كلمات متعلقة بأكسيدو. relève du texte un indicateur de temps et un indicateur de lieu، خرج من النص ظرف زمن وظرف مكان. indicateur de temps زمن و indicateur de lieu مكان. CCT CCL. conjugue les verbes au passé composé، صرف الأفعال au passé composé. le bus causé un accident mortel، الحافلة سببت حادث مميت. هنا لو بوس هو لو برونون إيل، ضمير إيل صرف لي لو فيرب كوزي مع لو برونون إيل أو باسي كومبوزي. لي زاجون دو لا بروتيكسيون سيفيل أريفي أ لور بور إيفاكويي لي فيكتيم،
عناصر الحماية المدنية جاو في الوقت المناسب باش ينقلوا الضحايا. عندي لو فيرب اريفي وهنا لو برونون ال افيك اس لي ساجون دو لا بروتيكسيون سيفيل هما مجموعه يعني هم ايل اكورد سي سي نيسيسير لي بارتيسيپ باسي مي اونت بارونتيس. عندي هنايا دي فيرب ما راش نكمل التصريف تاعهم خاصهم لاكورد. طبعا احنا نعرفوا لي فيرب كي سو كونجيك افيك لوكسيدير افوار ما كانش لا لاكورد ولي تصرفوا مع اتر عندهم. عندي لي بيرسون بليسي اون ايتي ايفاكويي vers l'hôpital de la wilaya. La police et les pompiers ont fini l'intervention. On était où le verbe être au passé composé ou on où le verbe avoir au présent. Pour la production écrite, à partir du tableau suivant, rédige une brève. N'oubliez pas de conjuguer les verbes au passé composé et d'accorder correctement le participe passé. بمساعدة الجدول حرر لنا موجز إخباري صرف الأفعال في الباسي كومبوزي ودير لاكورد تاع لي فيرب بيان تاع البارتيسيب باسي. عندي هنايا الجدول كي ان ماسو كي ان ماسون كوا اون شوت مورتال او لا بروميير ايتاج دون ميزون ان حمام محجر كون جو دي ان فان دو ماتيني كومون بيردو سون ايكيليبر من بناء سقوط مميت من الطابق الأول لمنزل في حمام بوحجر يوم الخميس في نهاية الصبيحة والسبب أنه اختل توازنه اختل التوازن تاعه. هذا هو الموضوع راح شامل فيه كل الدروس اللي قريناها في لا بروميير سيكونس. وقف الفيديو وحل حاول تحل ومن بعد نديروا الحلول مع بعض نتقسموا الحلول مع بعض. Alors, بالنسبه للسوليسيون عندي هنايا لا بروميير كيستيون اون بريف اون بريف يعني موجز خبري ان اكسيدون نيميرو 2 المصدر لا ليبرتي 18/4/2020 لي ريبونس فري او فو لا بروميير فراز فو لا دوزيام فراز فري. بالنسبه لا روبريك سوسيتي في جناح الاجتماعيات بالنسبه للتابلو عندي كي ان اوتوكار سي رانفيرسي حافله انقلبت سور اون روت ناسيونال ريليون تيرت ا غاليزان على الطريق الوطني الرابط بين تيرت وغاليزان لا نوي دو سامدي ا ديمونش فير 10 دو ماتان وين تاع ليت السبت الى الاحد حوالي الثانيه صباحا. كيف لوتوكار سي رانفيرسي ا في et fait une chute dans un ravin. الحافله انقلبت وسقطت في واد والنتائج la mort de 21 personnes وفاه 21 شخص. بالنسبه للشان ليكسيكال renversé انقلبت la mort الموت l'accident الحادث route nationale طريق وطني chute سقوط la protection civile الحمايه المدنيه. Les indicateurs de temps, la nuit de samedi à dimanche, ou vers 10h de matin. Les indicateurs de lieu, une route nationale reliant Tielt à Rélizan, un ravin. Le bus a causé, et les gens de la protection civile sont arrivés, avec S de pluriel. Mais pour la corde, groupe évacué, j'ajoute le E. De féminin et le S de pluriel. Les personnes blessées évacuées. On était évacués avec le E de féminin et le S de pluriel. Alors, j'ai dit mouannef. Et là, il y a en fini ou ma quinche la corde. Il te met le plus. Pour la situation d'intégration, tabamaya al-fiqra, hammam bouhjab, chute mortelle d'un masque. Un homme de 57 ans, maçon de son état, a fait jeudi en fin de matinée une chute mortelle du premier étage d'une maison à Hammam Boujjar. Il aurait probablement perdu son équilibre avant de chuter dans la vitre. Le quotidien d'Oran, 16/6/2021. Rajoul 57 ans, Benna, Yom al-Khamis, Nihayet al-Sabiha.
سقط سقوط مميت من الطابق الأول لمنزل في حمام بوحجر، سببه أنه فقد التوازن، فقد التوازن قبل أن يسقط في الفراغ أو في الخلاء. ولازم هنا نديرو لا سورس تاع الخبر، هنا درت لو كوتيديان تاع نجم ندير أي جريدة أخرى. لم يبقى لي إلا أني أتمنى لكم التوفيق في هذه الفروض. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.